كبار السن نعم واصحاب الامراض المزمنه، هذو اللي نحوسوا نحميوهم احنا، هذو اللي نتخوفوا لان اوميكرون ماهوش خطير على الناس اللي في صحه جيده. نعم. الناس اللي ملقحين كذلك ماهوش خطير عليهم. احنا لما نروحوا نسبه التلقيح عليه كنا نسجلوا تحفظات، انه نسبه التلقيح في الجزائر الى يومنا هذا ما زالت في حدود 31 ولا 32% من الملقحين. نعم. يعني هنا نسبه صغيره. احنا نشوفوا بعض الناس بعض الدول قال اوميكرون ماهوش خطير، ماهوش خطير بالنسبه لهذه الدول. نعم، لانها بلغت مستويات من التلقيح وصل الى 83% في نعم.